مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. اليوم يوم هادئ، خلصنا من الجولة الأولى للدوري السعودي، دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودخلنا في أجواء الأسيوية. الأسيوية صعبة قوية، ودخلنا في هذه الأجواء وعندنا ثلاث أندية في دور ربع النهائي لهذه البطولة، وإن شاء الله فالنا يكون في فريقين سعوديين في نصف النهائي. هذا يعزز من قيمة الأندية السعودية وقوتها على المستوى القاري. أحلى ما في الأسيوية أنها شوي تخفف من حجم التعصب الرياضي خاصة بين الأندية الجماهيرية، يعني تجد في حالات نادرة هلالي يشجع النصر في آسيا، نصراوي يشجع الهلال في آسيا، حالات نادرة، بس على الأقل تكون بداية شوية مع إنجازات المنتخبات ومع إنجازات الأندية على المستوى القاري والدولي. هذا يساهم في إذابة وتخفيف التعصب الرياضي في المملكة العربية السعودية. يمكن في كثير من الناس يطرحون طرح غريب، يتكلمون عن إزالة التعصب، وسمعنا احنا محاضر وجلسات واجتماعات ولجان تحدثت عن موضوع التعصب، والكل يتحدث في شيء لن نستطيع أن نفعله. إزالة التعصب مستحيل، تخفيفه ويرتفع مع الأحداث ويصير تخفيفه يرتفع ويتخفف فقط، لكن إزالة التعصب فأنت تتحدث عن شيء له صلب، هو في أساسا في صلب عشق كرة القدم في العالم أجمع. بكرة النصر مع السد، وبعده الاتحاد مع الهلال، فالنا الأسيوية إن شاء الله يكون في النهائي فريق سعودي يحمل هذا اللقب اللي استعصى على الأندية السعودية منذ أكثر من 10 سنوات. محاولات هلالية أكثر من مرة للوصول للنهائي، لكن الله ما كتب. نبدأ الحلقة مع العناوين. ولي العهد يوجه بدراسة إقامة مهرجان مزايين الإبل في المناطق. الأسيوية مع السعوديين، الهلال والاتحاد والبقية لم ينجح أحد. أفضل إنجازات النصر وصيف 96 والأهلي الوصافة مرتين. آسيا 2019، النصر يقابل السد القطري في ذهاب ربع النهائي. وجدة تستعد للكلاسيكو الكبير في الجوهرة، الهلال وصل. حياكم الله من جديد بالدوري مع وليد على اس بي سي وإذاعة جدة. نتائج استفتاءنا أمس يقول: متى انطلق الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم؟ النسبة الأكبر 60% من المصوتين، اللي طبعا بلغ عددهم 76,741 اللي شاركوا في هذا التصويت، واللي كان على حساب البرنامج في تويتر. 60% يقولون بدأ الدوري 1977، 6% يقولون لا بدأ في فترة الستينات، 8% يقولون لا هو بدأ من الخمسينات، و 26% الموضوع مش هامهم. رحب بضيوف حلقتنا اليوم. معنا ماجد الفهمي الناقد في البرنامج، حياك الله أخوي ماجد. هلا وغلا وبدر، أسعد الله مساك ومساء السادة المشاهدين والمستمعين عبر إذاعة جدة. ماجد الفهمي طبعا كان المسؤول الإعلامي والمتحدث الرسمي للنادي الأهلي في الموسم الماضي، واسم إعلامي وكاتب وناقد رياضي ذو آراء متوازنة في الساحة الرياضية، ويشرفنا الحقيقة يكون معنا في البرنامج لأول مرة. نعم لأول مرة جيت وأنا متحدث رسمي، لكن الآن كناقد حصري. ماجد، أنا يعني أعتقد أن يمكن يكون عندك مشكلة. الأهلي في مجموعة من الزملاء حصل بيني وبينهم نقاشات سابقة ومشاحنات سابقة، واستخدموا اسم النادي الأهلي في صراعهم معي في سنوات ماضية.
بدأت أشعر أنك أنت راح تكون هالمرة أنت الضحية، لأنك أنت لماذا ظهرت في هذا البرنامج بينما البعض يرى أنه في زملاء آخرين مفروض كانوا يظهرون. يعني الساحة الإعلامية الأهلاوية التغيير فيها مو سهل، يعني في أسماء محددة، وكل ما ظهر اسم إعلامي يقدم طرح أهلاوي جديد، إذا فرضنا أنك ستقدم طرح أهلاوي لكن أنت ستقدم نفسك بشكل مستقل، لكن دائما كان في رفض، ما في تجديد، يريد أن تبقى القائمة كما هي. أتفق معك إلى حد ما أنه في تحديد أسماء معينة أو أسماء معينة هي اللي ماكل الجو في الأهلي، وهذا أمر طبيعي في ظل أنه ما في أحد ثاني أثبت نفسه بصحافته، بعمله الميداني، بآرائه سواء المتزنة أو حتى إن كانت القوية. لكن في الساحة الأهلاوية لا شك أنه في أعلام إعلامية مرت في الساحة الأهلاوية، لكن استمرارها من عدم استمرارها يعود يمكن لأسباب شخصية تعود لبعض الزملاء، لكن في العموم التواجد ما يمدينا ننكر أنه ما في إعلام أندية، ما يمدينا ننكر هذا الشيء أبو بدر، لذلك يجب تواجد إعلام الأندية، أو بمعنى أصح بمن لديهم ميول في الأندية يجب تواجدهم في جميع الساحات الإعلامية وعدم تركها فارغة. ومعنا عبر الأقمار الصناعية أيضا في ظهور أول في البرنامج الناقد والمحلل خالد القحطاني، حياك الله أبو خلود. أهلا وسهلا فيكم بدر، يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالعزيز ماجد فهمي، سعيد اليوم أن نكون متواجدين معكم، وبالكابتن فهد مرداسي، ما أدري كانوا معكم في الاستديو ولا لا، راح يكون معنا إن شاء الله في الفقرة الجاية، حياك الله ونرحب فيك معنا في ظهورك معنا في البرنامج. حبايبك واجد في تويتر، ها مزبط أنت جروبات و الله يزيدهم ويكثرهم ان شاء الله. اي 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 مسكين في ماجد الفهمي، يعني ماسكين 14 ريتويت وانت ما شاء الله تغريدتك ترى كله ريتويت وهمي، ما عليك مزبطهم كلهم ربعه. لا ما شاء الله خالد له اراء جميله، اراء تميله الفنيه اكثر من انها تكون يمكن صحفيه، فما شاء الله. وحتى خالد على السناب له اسلوب كذا جميل في حركات في الطرح، اصلا لو ما كان له قيمه حقيقيه ما كنا دعيناه ان يكون معنا في هذا البرنامج، ونتشرف ان يكون معنا خالد القحطاني، حياك الله يا ابو خلود. الله يسعدك ابو بدر، هذا من طيبك، وعودا حميدا لك انت لحبايبك، وسعيد صراحه جدا بتواجد مع الاستاذ ماجد فهمي، مع ان العلاقه مع طيبه من قديم الزمان، لكن ما تشرفنا الى الان بشوفته ان شاء الله تكون حلقه مثريه باذن الله. استفتاءنا اليوم الجديد يقول: من هو النادي القادر على تحقيق دوري ابطال اسيا 2019؟ ثلاث انديه، النصر رقم واحد، الهلال رقم اثنين، الاتحاد رقم ثلاثة، أربعة لا أحد. هذه الأربع خيارات موجودة أمامكم، ممكن تشاركونا في التصويت على حساب البرنامج في تويتر، ويظهر أمامكم الآن على الشاشة دوري وليد، وممكن تشاركونا في حساب البرنامج أو هاشتاج البرنامج على تويتر إذا عندكم أسئلة لضيوفنا أو شيء تطرحونه، أو بتظهر رسائلكم على الشريط الإخباري أسفل الشاشة اللي هو هاشتاج الدوري أندرسكور مع أندرسكور وليد. طبعا الإخوان اللي يسمعونا على إذاعة جدة، خلنا نروح فاصل قصير بس ونرجع، خليكم مع اس بي سي وإذاعة جدة. ولي العهد يوجه بدراسة إقامة مهرجان مزين الإبل في المناطق. الأسيوية مع السعوديين، الهلال والاتحاد والبقية لم ينجح أحد. أفضل إنجازات النصر وصيف 96، والأهلي الوصافة مرتين. آسيا 2019، النصر يقابل السد القطري في ذهاب ربع النهائي. وجدة تستعد للكلاسيكو الكبير في الجوهرة، الهلال وصل. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على اس بي سي واذاعة جدة. يرافقني اليوم ماجد الفهمي معاي اليوم من جدة، يلا يا عم، وعبر الاقمار الصناعية من الرياض خالد القحطاني في اول ظهور له
معنا في البرنامج. نذكركم بالاستفتاء، من هو النادي القادر على تحقيق دوري أبطال آسيا 2019؟ الخيار الأول النصر، الخيار الثاني الهلال، الخيار الثالث الاتحاد، والخيار الرابع لا أحد. والتصويت متاح على حساب البرنامج في تويتر، حساب الدوري مع وليد، وأيضا يمكنكم المشاركة معنا في الهاشتاج هاشتاج وليد أندرسكور الدوري، عفوا الدوري أندرسكور مع أندرسكور وليد. بكرة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، إيش أول المباريات اللي راح تقام في دور ثمن النهائي للمسابقة؟ عندنا يوم الاثنين راح يلتقي النصر غدا، طبعا الاثنين النصر السعودي مع السد القطري في الرياض الساعة 8:45، طبعا المباراة على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض. يوم الثلاثاء بعد بكرة عندنا الاتحاد مع الهلال، كلاسيكو كرة القدم السعودية يتحول إلى كلاسيكو للكرة الأسيوية، تقام المباراة الساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة على استاد الملك عبد الله الدولي ملعب الجوهرة. الإياب راح يكون في 16 سبتمبر اللي هو السد القطري مع النصر السعودي في الدوحة، والهلال السعودي مع الاتحاد السعودي في الرياض على استاد إيش عاد فكروني في الرياض، بس أتأكد لكم يا أستاذ الملك فهد الدولي على أول ملعب على ملعب الجامعة على ملعب نادي الهلال في جامعة الملك سعود. خالد القحطاني، المواجهات بكرة النصر مع السد والهلال مع الاتحاد، إيش يفرق بين المباراتين؟ الفارق اولا اعتقد انه في هذه البطوله لما وصفت او على الجانب في غرب اسيا لما صفت على اربع انديه، اعتقد ان النقاط متقاربه جدا يعني ما بين النصر والاتحاد والسد والهلال. ممكن الهلال يكون فارق شوي من ناحيه الانديه السعوديه في مساله خبره اللاعب السعودي في الهلال في التمرس على هذه البطوله، لكن من ناحيه الجاهزيه والامكانيات اعتقد ان الانديه السعوديه وبرضه الى السد هم مؤهلين جدا انهم يحققون هذه البطوله، يمتلكون كل الامكانيات، وبالاضافه الى انه يمرون برتم جدا ممتاز، يعني ما هو غريبا على هالانديه انها تنافس في هذه البطوله وان تتعرض للضغط الجماهيري اللي يدفعها لتحقيق هذه البطوله. النصر بكره مع السد القطري في العاصمة السعودية الرياض، بالتوفيق للنصر. يأمل النصر لتكرار هذا المشهد للمرة الثانية في تاريخه بعد أن وصل إلى كأس العالم الأولى للأندية عام 2000 كأول فريق آسيوي يلعب في أكبر البطولات العالمية. مشوار تحقيق العالمية الثانية للنصر يحتاج تذكرة مرور عبر دوري أبطال آسيا، الهدف اقترب ولكنها المراحل الأصعب. فالنصر بات على بعد خطوات من مبتغاه عندما يستضيف السد القطري على أرضية استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وسيحاول النصر الخروج بأفضل نتيجة ممكنة لتسهيل مباراة الإياب هناك. البرتغالي فيتوريا مدرب النصر ضم المغربي نور الدين مرابط بجانب مواطنه عبد الرزاق حمد الله هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، والبرازيلي جوليانو، والحارس الأسترالي برادلي جونز. ويرى الكثير من المتابعين أن النصر يمتلك الإمكانيات الفنية والعناصرية ما تؤهله للذهاب بعيدا في هذه النسخة من دوري أبطال آسيا. وقد أعلن النصر مساء السبت عن مشاركة حمد الله في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد أن غاب الجمعة، وبات حمد الله بالتالي قريبا من الحصول على التصريح الطبي للمشاركة أمام السد القطري. الجماهير السعودية كافة تمني الناس أن يتجاوز النصر منافسه السد القطري والذهاب إلى نصف نهائي أبطال آسيا، وبالتالي تأكيد تواجد فريق سعودي في نهائي البطولة القارية لهذا الموسم، فتأهل النصر لنصف النهائي سيجعله في مواجهة المتأهل من لقاء الاتحاد والهلال. النصر والسد القطري، طبعا نتذكر مشاركات النصر 6 مرات شارك في البطولة الآسيوية دوري أبطال آسيا، بدايته كانت 1996 وحقق فيها الوصافة، خسر المباراة النهائية اللي كان اسمها بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري. في عام 97 خرج من دور ربع النهائي، غاب 98 99 2000 2001 2002 لغاية 2011،
في 2011 خرج من دور ال 16 وغاب 2012 و13 و14 ثم عاد في 2015 وخرج من دور المجموعات ثم شارك مره ثانيه في 2016 لانه كان حامل اللقب الدوري السعودي مرتين وخرج ايضا من دور المجموعات وغاب عن اسيا في 2017 و18 والان يعود الى المشاركه السادسه نعم في 2019. ماجد الفهمي النصر والسد وين الصعوبه بكره وعلى مين؟ على النصر. ليه؟ انا في تصوري انه النصر لو قابل الهلال او الاتحاد بتكون اسهل عليه من السد. السد فريق مرتب، فريق منظم جدا، فريق فيه اسماء كبيره، حتى وان كان مدربه اول سنه تدريب اكزافي، لكن السد حقيقي شفنا كوره قويه، كوره يعني مدججه بعناصر اصحاب خبره وتعاقدات جدا عاليه، فلكن النصر هو اجهز فريق سعودي انه ينال اللقب في حال تاهل للنهائي ان شاء الله. الهلال ما بدا بطريقه قويه تفرض نفسه في ارضيه الملعب، الاتحاد لا زال يعاني من النفسيه السابقه وتراكماتها خلال السنوات الماضية، لكن أتوقع إن شاء الله أنه النصر بما أن المباراة على أرضه أتوقع أنه النصر يقدم مباراة كبيرة ولازم في كل الأحوال لازم يفوز لأنها على أرضه، وأتوقع المفترض أنه يكون في حضور جماهيري كبير مساعدة للنادي إن شاء الله. في سؤال على هاشتاج البرنامج يقول يا أخوي وليد، نادي الهلال هو المرشح الأول لدوري أبطال آسيا، إلى حد الآن لا يوجد فريق يخافه جميع الأندية لتشارك في دوري أبطال آسيا إلا الهلال، وهذه الحقيقة ولا ينكرها. طيب ماشي. وفي بعض الرسائل، خلينا نشوف رسالة أخرى أيضا، في رسالة من مشاهد على هاشتاج الدوري مع وليد يقول اقتراح إضافة ربع أو نص ساعة من البرنامج تكون مخصصة لإنجازات المنتخبات الوطنية، تكون في لقطات من المنجز مع مقابلة مع أحد أبطالها، وحبذا لو يستضاف البرنامج. بالتأكيد راح يكون في هذه الفقرات إن شاء الله، بس شوية تو الدوري حنبادي عندنا توقفات كثيرة. نقطة نظام، وخلنا نسمع صوت الجمهور اللي يحبون يشاركون معنا في الفقرة هذه، يقدرون يرسلون الفيديو على طول لرقم الواتساب الخاص بالبرنامج، هذا يظهر أمامكم على الشاشة اللي هو 0570110011. طبعا أنا قاعد أقرأ عشان الإخوان اللي معنا في الإذاعة، واللي من خارج المملكة يظهر أمامكم الرقم، تضيف 00966 بعدين 5 وتكمل بقية الرقم. نقطة نظام. في البداية أبارك الجمهور الشباب الفوز وأشكر اللاعبين، صراحة قدمتم مباراة كبيرة، صراحة إحنا من زمان بعيد عن الحماس هذا والروح القتالية شاهدناها أمس في لاعبين الشباب، وأنا رسالتي لجمهور الشباب لا خوف على الشباب بوجود خالد البلطان، دام خالد البلطان بيننا لا خوف على الشباب وارفعوا سقف الطموح، المهم أن نازل في الملعب واترك الباقي على أبو الوليد، وبالتوفيق لليوث إن شاء الله في قادم الأيام. الفرق الصاعدة مقدمة مستويات أكثر من ممتازة ما شاء الله تبارك الله، وهذا يبشر بدوري قوي قوي جدا ولن يكون سهل للفرق الكبيرة. سؤالي لماجد الفهمي، ما رأيك في مستوى الهلال في المباريات التي لعبها الهلال مع الأهلي في الآسيوية ومع أبها في الدوري، وهل تتوقع أن الهلال يفوز على الاتحاد يوم الثلاثاء؟ سؤالي لماذا لا يعطى الاتفاق حقه عندكم في البرنامج؟ دائماً أحس الاتفاق أقل الفرق اهتماماً في برنامجكم المفضل. عزيزي وليد، برنامجك ماشي ماشي من دون استفزاز جماهير النصر يا أخي، من أول حلقة ما خليت الحراج بن قاسم ملف لو جبته، وذلك تشكيك في حصول النصر على أقوى وأغلى بطولة دوري في تاريخ الكرة السعودية، 70 نقطة لم يسبق لأي فريق حصل عليها. يا أخي عندكم 15 فريق يلعبون في دوري المحترفين، ناقشوا وضعهم يا أخي، خلوا النصر على جنب. طيب أنا بجاوب على الأخ الفاضل اللي طرح السؤال، أنا ما أشكك، أنا أنت وجهة نظرك أن بطولة الدوري السنة الماضية هي أقوى بطولة دوري تمت في تاريخ المملكة، وأنا لا أرى هذا، أراها أنها بطولة قوية في سياق
عدد من البطولات الكبيرة اللي أقيمت في الدوري السعودي. بتقول لي معلش من رقم النقط اللي وصل له، وهو الدوري السعودي أصلا كان بعدد فرق تاريخية في الموسم الماضي كعدد أندية، يعني ما ينفع نتكلم من قارن دوري ثمان فرق كانت تشارك فيه مع دوري مشارك فيه 16 فريق. مسألة أنك أشكك أو لا، لا والله أنا ما أشكك، بس لازم تقبل بوجود وجهة نظر أخرى عكس وجهة نظرك. أنا لا أقلل من وجهة نظرك، ومن حق الله يبارك لكم بالدوري وفرحتكم جميلة، وجمهور النصر ونادي النصر يشكل إضافة حقيقية للدوري السعودي، لكن مش لازم نقول دائما الكلام اللي يجي على هواك. لكن في نفس الوقت احنا لا نمنع أحد أن يعبر عن رأيه، أي مشاهد يبغى يهاجم البرنامج ينتقد يصحح معلوماتنا، نطلع في نقطة نظام، وإخوان الموجودين أيضا في البرنامج يطرحون وجهة نظرهم. البرنامج ما هو محتكر الرأي، بس لا تمنعني أقول رأيي. يعني أنا وجهة نظري أن الدوري السعودي أقيم مثلا 44 منه نسخة وبدأ 1977، تقول لي لا أنا هذا رأيي ورأيك ما أمنعه، يطرح. النصر يقدم نفسه أنه عنده 17 دوري، أنا ماني مقتنع أن في 17 دوري نهائيا، لكن مو من حقي أني أمنع أي أحد أن يقول أن النصر عنده 17 دوري. بس هذا نقطة الخلاف. في سؤال كان موجه لمجد الفهمي من المشاهد، يقول لك مستوى الهلال في مباريات الأسيوية مع الأهلي ومع أبها في الدوري، وإيش تتوقع الهلال قدام الاتحاد؟ سبق وقلت أنه الهلال في آسيا بدأ بداية غير جيدة، الهلال ما كان قوي قدام الأهلي، بالعكس يمكن الأهلي كان أقوى، لكن خطة برانكو هي اللي يمكن أعاقت الأهلي، وبرانكو يمكن بيكون الهلال فايز أربعة، فايز أربعة بأخطاء فردية، بأخطاء فردية، عارف الكرات، عارف الفرق، أهداف تسجل في الكورة بأخطاء فردية، لا لا أخطاء فردية من مدافعين، عارف المفارقة المضحكة، مو لازم المدافع يغلط عشان المهاجم يسجل، شلون يجيب المفارقة المضحكة أبو بدر، نفس هذا المدرب لعب أمام الهلال بفريقه السابق بريس بوليس بنفس الخطة وخسر ب4-2، ما تاب المدرب، ما تاب، لعب نفس الخطة مع الهلال وبنفس النتيجة هزم. في مباراة الإياب الأهلي كان تقريبا مستوى أفضل، كونك تلعب قدام الهلال ب4-4-2 فيما يسمى في فنيا بدايموند، أنك تفرغ الوسط للهلال، أنت ترتكب مصيبة. الهلال أفضل عناصر وسط في السعودية تقريبا موجودة في الهلال، نعم، فأنت كيف تفرغ الوسط للهلال وتترك سوزا تقريبا وحيد في مواجهة هذا الوسط؟ لذلك الهلال مستوى ما هو بذاك المستوى المقنع، يمكن الإصابات أو شيء زي كذا، لكن أنا أرى أنه أجهز فريق لآسيا هو النصر. نصراوي الكويت يقول ليش ما تتكلمون عن احتجاج نادي الحزم على قرارات حكم مباراته مع التعاون؟ أمس الشباب تكلموا عليها واليوم طلع خبر، يطلع فيها خبر، ننتظر الرد عاد من اتحاد القدم، لأنه الخبر عرف الآن، نادي الحزم قدم احتجاج على قرارات الحكم. أنا شخصيا ما راح يوصلون للشيء، يعني يعني بذمتك تتوقع لجنة الانضباط ترد على اتحاد كرة القدم تقول له لا والله صراحة ظلموهم، عيدوا المباراة أو عطوهم النتيجة؟ أنت هي تسجيل موقف، أنا شايف أنها تسجيل موقف. يمكن أنت ترى أن المفروض يصير كذا، ان يصير قرار قوي على المباراة، اتخاذ قرار على الحكم، بس انا ما اظن، يعني مشيها. خالد القحطاني، نرجع لمباراة النصر مع السد، كيف راح يكون سير المباراة المتوقع؟ صعبة جدا وولر، هذه المباراة صعبة جدا على النصر، اذا ما كان في نقطة يراهن عليها سيارة، او عفوا فيتوريا قدام نادي السد القطري، هو يراهن على اسلوبه اللي حقق به الدوري الموسم الماضي، ويراهن على التناغم الكبير ما بين نجوم النصر. أتكلم على الخط الهجومي في نادي النصر، كان خط منتج وفتاك، بمعنى الكلمة فتاك، لما راح نستغرب إذا كنا نتكلم عن تناغم نور الدين رابط وعبد الرزاق حمد الله. لكن المؤشر الجميل للنصراويين بداية هذا الموسم هو التناغم العالي اللي ظهر عليه جوليانو ونور الدين وعبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله مهاجم فتاك داخل منطقة الجزاء، ما نختلف على ذلك، لكن في مباراة الوحدة الإماراتي بعدها لحقتها مباراة ضمك، عبد الرزاق حمد الله كان يؤدي أدوار أنه يعني يفرغ منطقة الجزاء لجوليانو، وجوليانو لاعب ذكي جدا في استثمار أنه ما يدخل إلا في الوقت المناسب وفي الزمان المناسب وفي المكان المناسب أنه يلهي هجمة. عشان كذا تلقى بينهم تناغم كبير، متى ما دخل عبد الرزاق حمد الله تلقى جوليانو خارج المنطقة والعكس صحيح. فلمثل هذه الأمور الفنية البسيطة اللي فيها يتفوق انسجام النصر مع إمكانيات فريقه العالية جدا، بهذا بخلاف احنا جالسين ما نتكلم عن نور الدين رابط اللي أعتقد أنه
واحد من اكثر اللعيبه اللي مروا على تاريخ الدوري السعودي مؤثرين من ناحيه الكاريزما والامكانيات والجوده. نور الدين رابط بخبرته الكبيره مع ليجانيتس وواتفورد او عفوا في الدوري اللي هو الدوري الهولندي اللي تاسس فيه تاسيس صحيح، كل هذه الامور تعطيه على الاقل حظوه او تعطيه نوع من الكاريزما انه يقود خط وسط النصر. النصر اليوم يمتلك لاعبين على الطرف الايمن، نتكلم هنا عن سلطان الغنام وعن نور الدين رابط، عندهم قدرة ممتازة جدا في تنفيذ الكرات العرضية، وهذا اللي جالس يستثمر فيه فيتوريا قدرة عبد الرزاق حمد الله فانه يسجل الكرات الرأسية والكرات من عرضية تقريبا 11 هدف من أصل 51 هدف 52 هدف، ما شاء الله ماني بقادر أحصر الرقم بحكم أنها تزيد مع كل مباراة، لكن فيتوريا جالس يستثمر في نور الدين رابط. الأمر المهم اللي متوقع أن يواجه النصر في مباراة السد القطري أن النصر بيقابل مدرب يحب يوسع الملعب كثير، مدرب يملك مثل ما هي النصر يملك نور الدين رابط، يملك اللي هو الظهير الأيسر لنادي السد القطري أو حتى يلعب كوسط أيسر اللي هو عبد الكريم حسن. وأنا أعتقد أن من واحدة من المحفزات اللي تجعل فيتوريا يزج بين نور الدين رابط على حساب ما يكون هو الحد من إيقاف خطورة عبد الكريم حسن في طرف الملعب الأيسر. الأكيد أن النصر إذا حب يتعامل مع هذه المباراة الصعبة جداً واللي فيها فوارق فنية قد تميل نوعا ما إلى السد القطري بحكم الإمكانيات اللي يمتلكونها وحتى الرتم الممتاز اللي دخلوه مع بداية هذا الموسم طوال الأربع مباريات، الفوز 3 مرات على الدحيل أو حتى في الدوري، هو أن يكون النصر نفسه طويل. مباريات الخروج المغلوب في هذه الأيام ما تصنع فيها الفوارق كثير، مسألة الأرض والجمهور، متى ما كان نفسك طويل، متى ما كنت قادر تسيطر على نفسك في وقت الشرود الذهني أو في وقت عدم تركيز أو في وقت لا سمح الله استقبلت هدف، أنت في هذا الوقت ممكن تظهر أو تمر إلى بر الأمان وتبني على مباراة الإياب. إيش النتيجة المتوقعة؟ الأكيد أبو بدر أن الكثير من الأمور في هذه المباريات سواء كنتيجة أو حتى كأسلوب لعب يبنونه المدربين على 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 بعضهم. أنا أتكلم هنا عن تشافي. تشافي هو رجل متأثر كثير بمدرسة غوارديولا ومدرسة كاتالونية اللي تمتد إلى المدرسة الهولندية وكرويف، متأثر برضو كثير ببيلسا بأن الفريق اللي يلعب ضده برأس حربة واحد يضطر أنه يلعب قدامه بسنات سنترين وسواها هذه قدام الدحيل القطري. ولكن أعتقد أن عبد الرزاق حمد الله بيحد من خطورة تشافي في مسألة توسيع الملعب، بمعنى أصح أن السد يلعب بطريقة 3-4-3، ما أعتقد أبدا أن تشافي بيخاطر في أنه يلعب داخل على أرض ملعب النصر بهذا الأسلوب أو حتى أنه يبحث أكثر من النصر عن الهدف الأول. هو الهدف يمكن السد هدفه الرئيسي يكون التعادل، أنه يطلع على قلب أقل، التعادل يعتبر مكسب له. لكن إذا شفت فوارق الإمكانيات أو فوارق أسلوب فيتوريا مع تشافي يعطيه الكثير من المغريات. أتكلم هنا عن الدفاع المتقدم اللي ما أصر فيتوريا أنه يلعب الموسم الماضي قدام الاتحاد وقدام برضو الهلال أو حتى قدام الاتحاد في كأس الملك وخرج، كان يضرب النصر بدفاع متقدم يترك الكثير من المساحات خلفه أو حتى في بطء لاعبين النصر. السد سجل أمام الدحيل أعتقد هدفين بمثل هذا الأسلوب، وهو يملك لاعبين قادرين على انهم يهددوا مرمى النصر متى ما وجدت لهم المساحه. بس ما جاوبت انت النتيجه المتوقعه ايش؟ ما جاوبت. خدتني شر صعبه جدا وغرب وركبت لي طعوس وركبت لي جبال ولفيت فيني انت. ابي سطر. انت تشوفها مباراه الهدف الواحد ولا طبعا احنا انت منجم، احنا في الاخير نتوقع بناء على معطيات شفناها وتجارب المباريات من هذا النوع. بكره مباراة الهدف مباراة متحفظة ممكن تكون أقرب إلى التعادل، أراها أنها أقرب إلى التعادل، لكن الفريقين لو سجل أي واحد منهم هدف حتى طيب. لو كانت خارج أرض السد أنا ما راح أستغرب. غياب كلهم يملكون إمكانيات هجوم. غياب الكوري نام تاي عن فريق السد راح يكون مؤثر؟ أكيد. نام تاي هي لاعب جدا ممتاز ولاعب مرن تكتيكيا داخل ارضيه الملعب، يعطي تشافي الكثير من الحلول. قدام الدحيل كان يلعب طرف ايسر بعد كذا يتحول الى صانع لعب. لكن اذا احنا بنتكلم عن غياب نام تاي هي برضو احنا بنتكلم هنا عن الكابتن عبد الرزاق حمد الله. انا اعتقد لو افترضنا جدلا ان الكابتن عبد الرزاق حمد الله غاب عن مباراه السد القطري بتكون بمثابه فقدان اهم ركيزه اساسيه في نادي النصر. طيب على ذكر حمد الله خالد، يعني
هل تتفق مع الآراء اللي تقول إنه الكابتن حمد الله هو أعظم لاعب أجنبي شارك في الدوري السعودي؟ أعظم لاعب ولا أعظم مهاجم؟ أعظم مهاجم. أعتقد أنا في وجهة نظري إن أفضل مهاجم مر على تاريخ الدوري السعودي هو الكابتن عمر السومة، هذا لحد ما شاهدته أنا، لكن ما راح أستغرب إذا شفت لاعب مثل عبد الرزاق حمد الله يصنف أي أحد على أنه أفضل لاعب في تاريخ الدوري السعودي من ناحية اللاعبين المهاجمين. أعتقد أن عبد الرزاق حمد الله إذا يريد أن يصل إلى مرحلة اليقين ويستيقن الكثير من الجمهور في الكرة السعودية أن يكون في مثل مرحلة الأفضلية هذه، نعم، يحتاج إلى سنة إلى سنتين من الاستمرارية مثل ما قدم الكابتن عمر السومة علشان يؤكد أن هذا. لكن الأكيد أني ما راح أستنكر أبدا إذا شفت أي شخص يصنف على أنه أفضل مهاجم في تاريخ الدوري السعودي، طيب، فهو يستحق ذلك، على الأقل إلى الآن سجل 53 هدف و 52 هدف. نقطة نظام أيضا ومشاركات من الجمهور معنا، خليكم معنا على SBC وإذاعة جدة. أتمنى انصاف لفريقنا الشرقاوي الاتفاق، واعتقد ان الاتفاق يستحق انه يكون مع الكبار، لانه اللي اول من جاب بطولة للمملكة واول من عرف الاندية ذولي ان في شيء اسمه بطولات خارجية. اعتقد ان لا الحق ان ينصف حتى لو كان مرت عليه أيام شوي قل مستواه، بس يبقى اتفاق كبير وكبير الشرقية. نقطتي النقطة اللي أبغى أتكلم فيها اللي هي بخصوص اللاعب خيمينيز، يعني أتمنى فعلا أن سيارة يحل هذه المشكلة، ولا سوف نواجه مشكلة كبيرة أمام الهلال، وأتمنى أنه يحلها في المباراة القادمة بأسرع وقت ممكن. طبعا الدولة انتهت والزعيم كالعادة في الصدارة، وإن شاء الله بإذن الله في الصدارة إلى نهاية الموسم بإذن واحد أحد. الأربعة الكبار ما نقول على أربعة كبار بالجماهير، نادي الشباب صح ما عنده جمهور لكن من أربعة الكبار أو من الخمسة الكبار، أتمنى عطاء نادي الشباب حقه وشكرا. فلسطين ومن غزة بالتحديد، مبارك للأستاذ وليد الفراج عودته للوسط الرياضي السعودي عبر برنامج الدوري مع وليد. طبعا السنة الدوري غير بسبب تواجد الأستاذ أبو بدر، وشهادة بحق أخونا أبو بدر هو أفضل إعلامي سعودي بالنسبة لي، وكما أتمنى له التوفيق وأتمنى للهلال الحصول على جميع البطولات وبالذات بطولة آسيا، وأتمنى من اللاعبين بذل أقصى ما يمكن من جهد، وبالتوفيق للزعيم. بالنسبة لرأيي أنا يا أبو بدر أن الدوري بدأ عام 1977، ما قبل ذلك كانت مسابقات مؤهلة لكأس الملك، وكل الأندية اللي كانت قبل وتقول أن عندها دوري يورينا صورة تتويج، يورينا صورة درع، ما فيه، كلهم بس يحاولون يوصلون الرقم الهلال. تحياتي للمشاهد العزيز من غزة ولكل أهلنا في غزة، أيضا الأخوان في الاتفاق والشباب، ابشروا ما يصير خاطركم طيب، والله معاكم حق، بالذات الاتفاق امس مباراه امس كان يفترض يكون لها تغطيه، اليوم اكثر توسعا ونعتذر لكم معلش، ابشروا بالخير. والشباب ايضا ما يصير خاطركم الا طيب، انتم انديه كبيره ولا تقلون على احد ولا يشوفكم الا مثلكم، كلكم متساوين وكلكم بقيمه واحده، وبس النتائج هي اللي كانت تفرق. ماجد قبل ما اروح للفاصل كان عندك تعليق على اي نعم اخر مشاركه من احد في نقطة نظام أحد المتابعين يقول بالدوري بدأ عام 1977، كذلك أنت تؤيده في الرأي. شوف هو بدر مش عيده، هو الموجود في الاتحاد القدمي، هذا الموجود، هذا الموجود في الاتحاد القدمي، نفصل فيها شوف، لا أنا ولا أنت اللي نجزم في هذا الأمر، ولا حتى اتحاد القدم حتى الآن. إذا اتحاد القدم الأستاذ ياسر المسحل والأستاذ مسلي المعمر يبغوا يجزموا في هذا الأمر، عليهم تكوين لجنة توثيق بطولات معتمدة من الأندية مرضي عنها من الأندية. ما يمكن، لا يمكن، لا وش استنى لو تسوي اللجنة أقسم بالله يا النصر والأهلي يقفون على الطاولة، لأن النتيجة لن ترضيهم. لا 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 لا, 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 لا ترضيهم، لا هي القصة ترضيهم. إن الأهلي عنده كم بطولة يبغى يجيبهم، والنصر عنده كم بطولة يبغى يجيبهم، طيب، والدوري بادي عام 77. طيب مشكلتنا ما قبل 77، من اللي حسم من الدوري يعني؟ قرار صادر من الدولة بإقامة وإنشاء بطولة دوري تصنيفي لفصل الأندية ما بين درجة أولى وممتازة وإقامة دوري ممتاز، مثلها مثل القرارات السابقة. شوف يا أبو بدر، الاتحاد السعودي لكرة القدم أنشئ عام 1957، أوكي؟ على أي أساس أنشئ؟ أنشئ لإقامة أنشطة كرة قدم في المملكة. ممتاز، الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يقبل بعضوية أي اتحاد أهلي
إلا بتعهد الاتحاد الأهلي بإقامة مسابقتين. أيوة. باقي المسابقات ما فيها إشكال، دوري وكأس بدونها لا يحسب. بدون هذا الأمر كيف جاي نلعب كيرم حنا؟ لا جاي نلعب كرة قدم. أيوة في عندك دوري كأس الملك في دوري وكنت تصفي المناطق فيها دوري. كانت بطولة دوري كأس الملك وكانت بطولة ولي العهد هي الكأس. حتى لو ابتعدت سنوات معينة تقريبا عام 74 إلى 91 لولي العهد وكأس الملك كذلك انقطع، لكن أنك ما تحسب الدوري. ما في دوري كان في عام 90 و94 و88 لا ولي عهد، ولي عهد أنا أتكلم انقطعت المسابقة. يا أخي لا نجي حنا نفتي ونظن أنه أفضل من غيرنا. الدوري الإيطالي الأسباني الإنجليزي، الإيطالي أنشئ عام 1898. متى بدأ الدوري حقه؟ بدأ الدوري عام 1899. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنشئ عام 1905. الاتحاد الإنجليزي أنشئ عام 1863. بدأ الدوري 1888. تدري وش سوى هذا قبل الفيفا؟ يا خالد انت 1950 البيوت البلد كل البيوت فيها كهرباء. احنا نضرب امثله، احنا نقيس يعني القارن المقارنه مهي. لا 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 لا, لا, لا عادله، احنا نقيس. هذه البطولات قبل الفيفا اخذها الاتحاد الانجليزي، اخذها الاتحاد الايطالي، اخذوها حسبوها قبل اتحاد الفيفا. انا لا ادعو الى عدم احتسابها، انتبه. اي لا محتسبه بطوله، بس ما تعتبر دوري ممتاز. لا الدوري ممتاز ومحتسب، انه هذا الفريق اول فريق حققه وهذا الفريق عنده بطولات دوري بالطريقه هذه. اما تيجي تحسبها لي من 1977، الصحف اللي كان الصحف الرسميه واللوائح وقتها هو نعم 1977 صدر قرار بإنشاء مسابقة دوري، لكن قبلها ما صدرت قرارات. وش كانوا يسوون اللعيبة؟ وش كانت تسوي إدارة الأندية؟ يا أخوي كان كأس الملك تقام تصفيات في المناطق، تصفيات في المناطق، بس ما كانت مباراة خروج مغلوب، كانوا يلعبون دوريات في المناطق ومو كل المناطق. إيه صحيح صحيح، هي بدأت من الغربية. يعني أنت تبغى تحسب لي دوري؟ أنا مثلا على سبيل المثال أنا رئيس نادي الاتفاق أو لاعب نادي الاتفاق، أنا يا أخي ما شاركت في الدوريات هذه كلها إلا بعدين. صحيح. تجي تقول لي أنا عندي ستة وأنا عندي ثلاثة، ما يصير. أنا ما كنت مشارك. بعض الأندية أساسا ما أنشئت، الدوري الإيطالي بدأ بأربعة أربعة أندية، الأندية الثانية بتعترض حنا ما كنا موجودين. ما هو منطق يا أبو بدر، ما هو منطق هذا الشيء. الصحافة اللي كانت تنشر، الصحافة الرسمية اللي كانت تنشر، إيش كانت تسوي؟ وش الدوري الدوري كذا يا أخي؟ كونك ما تعترف، كونك ما تعترف بدوري قدموا او سلموا الملك فيصل رحمه الله عليه. يا اخوي شلون دوري سلم الملك؟ يا اخي كاس ملك، دوري شيكم. دوري كاس جلاله الملك. ايه؟ هذا سلمه الملك. هاي صارت بعدين في المربع الذهبي، صار طويل خادم الحرمين من البدايه. لا لا من البدايه، مثلا على سبيل المثال الاهلي حق استلم الكؤوس من جميع ملوك المملكه. هذه نلغيها. طب انا ما انكرت. اي لا هذه كؤوس شيء، انا قضيتنا الدوري الممتاز. الدوري الممتاز مش الدوري العام. الدوري الممتاز في فرق، الدوري العام هذه تصفيات الكاس. اي لا لا الدوري الممتاز، لا الدوري العام اللي عام 89 لم يكن قبل عام 1977 لم يكن هناك دوري منتظم في المملكه. هذا طبيعي، طبيعي ظروف السفر، ظروف ما في فنادق، ظروف ما في شيء، ما في مطارات، هذا الامر طبيعي. مثله مثل الأندية الدوريات الكبرى، إنجليزي إيطالي حتى بقية الأندية، بقية الدوريات يا أبو بدر، من غير المنطق إنك تلغي جزء كبير من التاريخ 20 سنة. ما قلت ألغيه، أطلع لها مسمى وتحسب وتحسب تحسب كؤوس، بطولات تنشيطية، بطولات تمهيدية، تسمى شيء ثاني. إيش اللي لا لا إيش اللي تنشيطي؟ شوف يا ليت ما نسوي زي اللجنة توثيق البطولات اللي صنفت لنا تصنيف جديد اخترعته A و B و C. هذه ما قد صارت، هذا أمر مضحك صار من لجنة توثيق البطولات السابقة. يا ويلك من تركي الخليوي. يا ليته بقي في اليد، والله كان رجل ناجح يعني، لكن ليته ما أمسك الملفات طيب وشالها. لكن يا أبو بدر كونك تلغي جزء من التاريخ لأجل إرضاء أندية ومسح جزء من التاريخ لأندية أخرى، لا ما هو الطرف الثاني يقول لك نفس الشيء. أنت مش قادر تعلن عشان أنت خايف من أندية كمان. وش اللي يريحك؟ جيب سوي لجنة توثيق بطولات. إيه بس مو من الأندية. ما هو من الأندية. لا 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 الأندية شريك. إيه أوكي. وتوافق على ورش عمل وتتفق على بنود ومعايير معينة. بعدها في حل أسهل. بعدها جيب ما في أحد يقدر. لجنة من الفيفا، من إدارة الإحصاء في الفيفا. يا سلام. تعالوا. ساعدونا كيف نصنفه وخلاص. شكرا. هي هو لو جاء على الاقل لو يحسبون الدوري والبطولات الاخرى يصير نقاش. هو لو جاء الفيفا بيريحهم كثير. ترى نروح الفاصل، وبعد الفاصل فهد المرداسي بعد صمت طويل اخيرا يتحدث. العالمي يفتتح ربع نهائي آسيا أمام السد، الله ينصرك يا نصر.
ولا حديث في جدة إلا كلاسيكو آسيا الكبير اتحاد هلال. $240 مليون لتحفيز الجماهير من أجل مدرجات سعودية فل. فهد المرداسي يشرح التعديلات الجديدة في قانون تحكيم كرة القدم. حياكم الله من جديد. الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة. استفتانا من هو النادي القادر على تحقيق دوري أبطال آسيا 2019. 3 أندية سعودية الآن مشاركة وحوالي 23 ألف مصوت شاركوا الآن في التصويت. النصر 10% رشحوه، الهلال 60%، والاتحاد 18%، و12% يرون أن لا أحد سيحقق هذه النسخة. النتائج أمامكم والتصويت مستمر على حساب البرنامج في تويتر الدوري مع وليد. أذكركم النتائج: 10% النصر يرشحونه، الهلال 60% من المرشحين، الاتحاد رجعها يا أستاذ، رجعها يا أستاذ، تعوذ من الشيطان. 10% للنصر، 60% للهلال، 18% للاتحاد، و12% لا يا مش مرشحين ولا أحد. ينضم لنا الآن لأول مرة في ظهور مع البرنامج الكابتن فهد المرداسي المستشار التحكيمي للبرنامج. حياك الله بركان. هلا ومرحبا. هلا والله بعدوان. مرحبا استاذ وليد، امسي عليك بالخير وعلى اخوي ماجد اللي غادرنا الان، والاستاذ خالد معنا من الرياض، ومسي ايضا على الساده المشاهدين الكرام، وطبعا شرف كبير لي التواجد معك. وحشتنا. الله يسلمك. شوف انا عندي اسئله كثيره ودي اسالك اياها، بس انا بترك لك المجال. تبغى نبدا من وين؟ والله شوف ابو بدر، اول شيء اشكرك، اشكر كل من تواصل مع فهد المرداسي، كل من سال. انا بخصوص الماضي هذه صفحه وانطوت انتهت يعني بالنسبه لي. اتمنى من جميع محبي فهد المرداسي بالشارع الرياضي السعودي ان يحترموا رغبتي بعدم الحديث عن الماضي، وان هذه صفحه وانطوت، والان انا مركز بعملي القادم اللي هو التحليل التحكيمي معك أستاذ وليد. أيضا أتمنى منك أيضا أنك تحترم رغبتي بعدم الحديث، مثل ما أيضا جاني اتصال منك وقبلت الحضور معك في البرنامج، وهذا شرف كبير لي. فأنا بالنسبة لي عن الماضي ما راح أتكلم. النقطة المهمة أستاذ وليد أني أنا مواطن سعودي ومحب لهذه البلد اللي كلنا أكلنا من خيرها، ولا يمكن يوم من الأيام أني أتكلم عن شيء صار لي، لا أنا ولا أحد من أهلي ولا الناس اللي عزون علي. فهذه أتمنى صفحة بالنسبة لي أنا انطوت. شكرا للجميع، عيد وكرر، لكن أنا ما راح أتكلم في الموضوع السابق في أي مجال، فقط حديثي عن الحالات التحكيمية وما يخص التحكيم في المستقبل والرياضة السعودية. طيب أنا بحترم رغبتك، في الأخير يعني إكرام النفس هواها. الله يسلمك. خليني أتكلم معاك في نقطة. اليوم إحنا كنا نتكلم عن التعديلات اللي تمت. صحيح. في قانون كرة القدم. صحيح. في الموسم هذا بدأت الناس تستغرب من بعض الحالات، بعض القرارات الحكام، فليت تشرح لنا إيش التعديلات اللي تمت، حتى أن الجمهور يكون معنا لما تصير مباريات الدوري، على الأقل نثقف الناس تحكيمي ونثقف إحنا بعد. صحيح. طبعا أبو بدر، اعتقد انه في بعض الزملاء قاموا فيها، لكن احنا برضو بناكد عليها في برنامج الدوري مع وليد. نبدا في الحاله رقم واحد اللي هي الماده الاولى، وراح نشوفها الان معنا في الشاشه، اللي هي اللاعب او المستبدل او البديل او مسؤول الفريق الذي يدخل منطقه مراجعه الحكم، اللي هي هذه المنطقه الموجوده امامنا بالشاشه، سوف ينذر. يعني يجي اللاعب يلزق في ظهره ويوقف جنب. بالضبط، او مدرب او اداري او مستبدل، من يجي هنا للمنطقه هذه الحكم مباشره راح ينذره. يعني الان الفيفا حط هذه من ضمن المواد الجديده بالنسبه لهذه. بس نوقفها المخرج العزيز، يوقف اللقطه هذه بس بالنسبه لهذه اللقطه اللي هي هذه يسمونها غرفه الفيديو او غرفه تشغيل الفيديو. هذه اي لاعب او مستبدل او بديل او اداري يدخل هذه الغرفه
سوف يطرد. طبعا بتقول لي انت كيف يدخلها وهي فوق؟ لا، في بعض الملاعب مثلا في الاتحاد الدولي او الاتحاد الاسيوي، حتى ممكن تكون في الدوري السعودي مستقبلا، غرفة تشغيل الفيديو تكون تحت بجانب الملعب. بالضبط، هذا طبعا بخصوص او قريبه من الممرات او قريبه بالضبط، ممكن لاعب يكون طالع او داخل او مطرود، من يدخل هذه الغرفه مباشره سوف يطرد بالبطاقه الحمراء. يعني هذا دور مدراء الفرق، اظن لازم ينبهون اللعيبه في نقطه ان عدم الاقتراب من الحكم وقت ما يكون يطلع على بالضبط بالضبط. ومثل ما احنا شايفين الان برضه اللي هي منطقه مراجعه الحكم، هذه انذار مباشره، ولو كان معاه انذار راح يتلقى الانذار الثاني والبطاقه الحمراء عشان نهائي افريقيا بعد ما ادري شو بالضبط صار فيها لغط ومشاكل، واحنا عارفين ان التقنيه ترى ممكن في اي وقت تتوقف. عشان كذا في القانون الجديد اللي نزله الفيفا قال اذا استخدمت التقنيه وحط بعض النقاط، واذا لم تستخدم التقنيه حط بعض النقاط فيها. طيب شوف الحاله عندنا الثانية. الحاله الثانيه اللي هي الماده الثالثه اللاعبون، عندنا ايضا راح تظهر عندنا في الشاشه اللي هي يجب على اللاعب الذي يتم استبداله مغادره ميدان اللعب من أقرب نقطة ما لم يأمره الحكم بعكس ذلك. كيف؟ طبعا هذه حالة قديمة بس احنا جبناها انه الحكم يأمر اللاعب بالخروج. شوفوا كيف ترتب قبل، وهذا طبعا كان قرار الحكم سليم لانه اللاعب الفريق المنافس جاء وتدخل. الآن أعطوا الصلاحيات كاملة للحكم وقالوا للحكم انت تأمر اللاعب بالخروج من أقرب نقطة ما لم يأمره الحكم بعكس ذلك. كيف يعني؟ إذا مثلا كانت مباراة ديربي واللاعب الفريق ألف مثلا بجانب خط التماس من 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 الجمهور الفريق باء، فمن الصعب الحكم يطلع اللاعب، وإذا كان فايز مثلا يطلعه من الجمهور الفريق باء، لا يروح يطلع اللاعب من أقرب نقطة يكون فيها الأمان موجود. عندنا اللي هي الحالة الثالثة، المادة الخامسة اللي هي الحكم. الآن يمكن للحكم، الآن شايفين احنا أول اعتراضات المدربين والإداريين أو أيًا كان موجود في دكة البدلاء، ما كان أول يشهر له البطاقة الصفراء أو الحمراء، فقط كان يقول له الحكم أنت مستبعد، مثل ما احنا راح نشوف في الحالة هذه، يقول له الحكم أنت مستبعد واطلع برا. مثلًا يقدر يجي المدرب هذا يقول أنت ما أعطيتني إنذار، ما نبهتني. الآن الفيفا وضحها أكثر. لا لو نرجع يا إخوان، بس نرجع للقطة الأولى بس معليش، اللقطة الأولى ونوقف، أوكي نروح اللقطة اللي قبل شوي فيها المدرب. الآن ممكن يطلع له بطاقة صفراء. نعم، الآن للمدرب أو مدير الكرة أو اللي هو الإداري يشهر له البطاقة الصفراء أو الحمراء حسب سلوك. زي اللاعب بالضبط. ليش؟ لأنه سابقا كان المدرب يطرد يقول أنا ما حد كلمني، ما حد قال لي أي شيء. الآن لا، عندك إنذار مرة ثانية، إنذار ثاني أحمر مثلك مثل اللاعبين. عندنا اللي هي ايضا في نفس الماده هذه، لو نروح للقطه اللي بعدها اللي هي انه اي اذا احتسبت ركله جزاء واللاعب هذا مثلا اللي عليه المخالفه اللي هو المهاجم هو اللاعب اللي راح ينفذ ركله الجزاء، دائما ما يخسر المدربين مثل هاللاعب هذا. ليش؟ لانه بيطلع نتيجه العلاج. فالان هنا حتى لو ما فيها انذار او طرد راح يتعالج داخل إذا كان الفترة قصيرة وينفذ ركلة الجزاء. عندنا اللي هي الحالة الرابعة اللي هي في المادة الثانية عشر، الأخطاء وسوء السلوك. راح نشوف هنا أنه تم تعديل جذري على لمسة اليد، ومثل ما احنا شايفين هنا لاعب النصر، بس لو نروح للإعادة نشوف مع المخرج راح تجي الإعادة الآن هنا، وبس نوقفها لحظة لمس اليد من اللاعب الأصفر لاعب فريق نادي النصر. هنا نشوف أنه ارتدت الكرة من اللاعب، بس استوب شباب، هنا نرجع شوي على لمسة اليد، ارتدت الكرة من اللاعب ضمك إلى مهاجم النصر. ودام قلنا احنا مهاجم النصر حتى لو ما كان فيها تعمد، طالما أن الكرة في خط الهجوم فسوف يحتسب الحكم مخالفة. طبعا هنا حتى سجل منها هدف او صنع منها هدف او هي اهل نفسه راح الحكم يحتسب مخالفة على هذا الشيء. ننتقل للحالة رقم أربعة اللي هي المادة الثانية عشر او نعم الثانية عشر لا المادة الرابعة عشر اللي هي ركلة الجزاء، اللي هي المادة سوري الحالة الخامسة ركلة. ونوقف عند التنفيذ، نرجع شوي ليت الاخوان يوقفونها عند التنفيذ، هنا نوقفها عند التنفيذ. طبعا هذه الحاله سابقا كان يسمح بالتقدم الجزئي والتقدم البسيط جدا الغير ملحوظ سابقا. اليوم الاتحاد الدولي اكد
على أنه يجب أن يكون جزء من قدم واحدة لحارس المرمى على الخط عندما يتم تنفيذ الركلة. يعني هذه الركلة الآن في الوقت هذا نكمل اللقطة، إذا تسجلت هدف تعتبر هدف، وإذا خرجت خارج أو استطاع الحارس إنقاذها يتم إعادة الركلة وإنذار لحارس المرمى. طبعا هذه التعديلات الجذرية المهمة للاعبين والجماهير. عندنا تعديلات سريعة أبو بدر، اللي هي نظام القرعة. تغير نظام القرعة، في السابق كان اللي يفوز في القرعة يختار أي ملعب، صحيح. اليوم لا، يختار تنفيذ الركلة، ركلة البداية أو الملعب. أيضا عندنا أن الكرة تسقط إذا لمست الحكم ودخلت المرمى أو تغير اتجاهها للفريق الآخر. وأيضا عندنا البطاقة الصفراء للاحتفال غير المشروع بالهدف، لا تلغى حتى لو لم يحتسب الهدف، يعني إذا تم إلغاءه مثلا من الفار أو من المساعد حتى لو تأخر البطاقة تستمر معه أخيرا طولت عليكم معليش، اللي هي ركلة المرمى تصبح الكرة في اللعب بمجرد ركلها وتحركها بوضوح، وليس من الضروري مغادرتها منطقة الجزاء. وقس على ذلك أيضا اللي هي الأخطاء للفريق المدافع داخل منطقة الجزاء، بشرط أن المهاجم يشارك في اللعبة إذا كان خارج منطقة الجزاء لحظة تنفيذ الركلة. تقريبا هذه أبرز التعديلات اللي المفروض يعرفونها الجماهير الرياضية وحتى الأندية واللاعبين. باقي التعديلات تخص الحكام وتكون دقيقة جدا فقط للمختصين. طيب خلينا نروح بس الفاصل قصير ونرجع، خليكم معنا. حياكم الله من جديد في الدوري مع وليد على اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. كابتن فهد المرداسي، قبل الفاصل كنا تكلمنا عن التعديلات اللي تمت في قانون كرة القدم في الجولة الأولى للدوري، كان في عندك شوية ملاحظات. نعم، كان عندنا تقريبا خمس أخطاء غيرت، أربع أخطاء غيرت من نتائج المباريات، وعندنا حالة واحدة تثقيفية. طيب خلنا نشوف، نبتدي الحالات. نبتدي الحالة الأولى في الدقيقة ثلاثة في مباراة الأهلي والعدالة. نتابع هنا تمركز حكم اللقاء، كان في موقع سليم. نشوف هنا اللقطة، الآن كله تنافس. لا نرجع حبة بس. أوكي هنا، لا نرجع أوكي هنا. هنا تم دفع مهاجم الأهلي من مدافع العدالة، وبالتالي هنا ركلة جزاء لم تحتسب للأهلي. راح نشوفها في الإعادات القادمة أوضح. نشوف هنا الدقيقة ثلاثة في بداية المباراة، المفروض يكون التركيز عالي من حكم المباراة. نشوف هنا إلى الآن تنافس، إلى الآن نمشي شوي، إلى الآن تنافس بين المدافع والمهاجم، إلى الآن ما في أي خطأ. نشوف هنا يد لاعب العدالة اللي هي اليمين، شوف كيف دفع مدافع الأهلي من الخلف، والرؤية جيدة للحكم، والرؤية جيدة وتمركزه سليم أيضا. نكمل اللقطة، وهنا ركلة جزاء لم تحتسب للأهلي. طبعا هذه أثرت على نتيجة المباراة عشان كذا احنا جبناها. طيب. نشوف الحالة الثانية في الدقيقة 54 من نفس المباراة، مباراة الأهلي والعدالة، ونشوف أيضا هنا تمركز حكم المباراة رائع جدا، وبالتالي ولكن يفشل في أخذ القرار السليم وأعطى البطاقة الصفراء. نشوف هنا، نكمل شوي مع الزملاء، نشوف هنا وأيضا في عادة بعد كذا، هنا مهاجمة باستخدام قوة مفرطة من لاعب العدالة على اللي هو لاعب الأهلي، وبالتالي هنا من المفترض طرد لاعب العدالة. طبعا هنا حكم المباراة راح وشاف اللقطة بالفيديو، إيش المفترض يتخذ القرار السليم؟ هنا نوقفها بس، هنا راح تكون واضحة أو يعني واضحة جدا للسادة المشاهدين. حتى الحكم راح شافها، ولكن أنا مستغرب أن الحكم يخطي في الملعب. ما عندنا مشكلة، هذه ما وضعت تقنية الفيديو إلا لوجود أخطاء، لكن تخطي بعد ما تشوف اللقطة هذه، تشوف الأبزاز جاية على ساق اللاعب من الخلف وفي منطقة حساسة جدا للاعبين. أعتقد هذه بطاقة حمراء واضحة جدا لم يستطع الحكم إظهارها. نشوف عندنا اللي هي الحالة الثالثة، وهي حالة طبعا تثقيفية احنا جايبينها على اعتبار انه القرار كان سليم. نشوف هنا لحظة لعب الكرة، طبعا هنا ما راح تبين معانا، اللي هو هدف أبها على الهلال. وراح نشوف في الإعادة عندنا اكثر من زاوية وفي خطوط موضوع. طبعا هنا نشوف
بس استوب هنا، اتمنى نوقف اللعبة هنا عشان الجميع يعرف ايش احنا جالسين نقول، مش رأي شخصي الفهد ولا غيره. هنا لو تلاحظ بالعين المجردة باللعبة الطبيعية وبالزاوية هذه انه لاعب الهلال مغطي بالقدم، ولكن نكمل اللقطة نشوف، نواصل اللقطة. عندنا الآن زاوية توضح أو تقنية توضح كل شيء، وراح مسألة الآن الاجتهادات كلها. شوف طبعا اللعبة هنا، اللعبة الثانية ما فيها أي شيء، احنا كل كلامنا على اللعبة الأولى. نشوف هنا نمشي شوي بس، وحتى الزملاء الله يعطيهم العافية وضحوها لنا وكبروها. نواصل باللقطة مش من هنا لحد ما يجي الخط، أوكي هنا، وراح توضح لقطة كبيرة توضح أنه فعلا في اللقطة هذه ومن خلال التقنية اليوم أنه لاعب أبها متقدم بالجزء العلوي من الجسم، نشوفها مثل ما احنا شايفينها هنا بالجزء العلوي، وبالتالي هذا الهدف غير شرعي وقرار المساعد كان قرار سليم بالتسلل. طبعا هنا ينصح دائما المساعدين في الحالات هذه الدقيقة جدا بأنه ما ياخذ قرار يخلي اللعب يستمر إلى أن تنتهي الهجمة، وبالتالي ياخذ قراره إذا كان تسلل أو لا. فهنا طبعا المساعد بعد ما انتهت الهجمة وتسجلت هدف يرفع التسلل، هنا الحكم عليه أنه ما يطلق الصافرة إلا بعد دخول الكرة المرمى، لأنه طبعا إذا أطلقها قبل فبالتالي خلاص ما ينفع نشيك على التقنية بعد كده، لأنه الصافرة انطلقت قبل دخول الكرة المرمى. لكن في الحالة هذه الحكام طبقوا التقنية بشكل سليم، وطالما في تقنية ما في اجتهاد، وهذه التقنية ما وضعت إلا لمساعدة الحكام، مثلها مثل تقنية خط المرمى عبور الكرة للهدف أو لا. نجي للحالة اللي هي الرابعة، عندنا في مباراة التعاون والحزم، وهنا مهاجم الحزم من المفترض أن يحتسب له ركلة جزاء، ولكن حكم المباراة هنا اتخذ قرار التحايل بالإنذار، والمصيبة وين؟ أن اللاعب هذا معاه إنذار، وبالتالي إنذار ثاني وأحمر، وهنا من المفترض نشوفها الآن بالإعادة. بس لو يوقفونها الزملاء، الحزم عمل بيان وعمل شكوى لاتحاد القدم على اللعبة هاي. جميل، أنا بعلق عليها أبو بدر هذه بس بعد اللقطة اللي مصورة من الخلف. نواصل هنا ما راح تبين معانا، في زاوية من الخلف هي أوضح، ولحظة الاحتكاك لا مش هذه، بعد في زاوية من الخلف نواصل توضح. طبعا هنا اللي يشوف الاحتكاك جميل، احنا راح نشوفها بالزاوية الأوضح عشان ما يكون في اجتهاد من أحد. من هنا نواصل ونوقف اللقطة لحظة الاحتكاك، نشوف قدم مدافع التعاون اليسار احتكت مع اللي هي القدم اليمين لمهاجم الحزم، وبالتالي هنا مهاجمة بتهور من المفترض أن تكون ركلة جزاء وإنذار على لاعب التعاون. هنا القرار صار عكسي تماما، وهنا دائما ينصح الحكام إذا في تقنية ينصحون الحكام أن قرار ما أنت متأكد منه خلي اللعب يستمر. يا سلام عليك، عندك فرصة، بالضبط عندك فرصة، أنت عندك تشانس اليوم، عندك مساعد برا خليه يساعدك، لا تحسب قرار. وهنا أيضا الحكم المفروض يروح يشوف اللقطة ويعدل قراره. طبعا بخصوص أبو بدر اللي هو احتجاج الحزم، تقول احتجاج قرارات الحكام في المباراة تعتبر قرارات نهائية ولا يمكن تعديل مثل هذه القرارات للأسف، عشان كذا الفيفا حط تقنية الفيديو لكي يتراجع الحكم في نفس المباراة. متى يتعدل الكرت الأحمر؟ إذا كان الحكم أخذه بناء على مثلا أن اللاعب قام بضرب المدافع وبعد الرجوع للفيديو ما شافه في ضرب، صار مجرد في تلامس يعني جسدي طبيعي، ممكن يلغي حسب طبعا لوائح الاتحاد، أو إذا أعطى لاعب غير اللاعب المستحق. عندنا اللي هي الحالة الخامسة اللي هي في الدقيقة 46. كم حالة؟ خمسة هما؟ هي آخر حالة هذه. أوكي. 46 من مباراة الفيصلي والفيحة، اللي هي ركلة جزاء لم تحتسب للفيحة، وبالتالي أثرت على نتيجة المباراة، لأنه المباراة انتهت 0-0، وبالتالي يعتبر بالضبط يعتبر قرار مؤثر أبو بدر. فاحنا راح نشوفها مع الزملاء. ليش هذا قرار مؤثر يا أبو بدر؟ ليش؟ لأنه بالضبط الآن نشوفها مع المشاهدين. أبغى اللقطة هذه بس نعيدها شوي، ما أبغى أي لقطة ثانية، لا نرجع اللقطة اللي قبل هذه. الله يخليكم شباب،
اللقطة اللي قبل هذه اللي هي بالزاوية اللي موضح الخط بالضبط، ونوقف اللعبة لحظة الاحتكاك، القدم اليمين باليمين، أوكي هنا ستوب. دائما نشوف وين قدم المهاجم، احنا دائما نشوف المهاجم قدمه على الخط والاحتكاك صار على الخط، وبالتالي الخطوط تتبع المناطق، وهنا ركلة جزاء لم تحتسب للفيحة. برضو هنا الغريب يا ابو بدر انه الحكم استدعاه حكم الفيديو وراح شاف اللقطة، لكن انا ماني عارف ليش ما اقتنع في ركلة الجزاء. يعني انت تاخذونها كحكام تاخذونها عناد، يعني مثلا ما حد يعدل علي ولا طبعا ما بقى الا اللي قاعد على الفيديو يخليني اروح ولا لا؟ ابو بدر من حسن الحظ انه الحمد لله انا من الحكام الاوائل السعوديين اللي استخدم التقنية. دايم الحكم، خلينا نكون واقعيين، الحكم ما يحب انه الحكم الفيديو يستدعيه عدل قراره، خلينا نتكلم بواقعية يعني عشان الواحد يكون واقعي. لكن انا اليوم اخطي خطا واحد في الملعب وعدل بالفيديو اطلع مرتاح ما عندي ولا خطا، افضل بكثير من انه اخطي في الملعب ويستدعيني حكم الفيديو واروح اشوفها بالشاشه واخطي مره ثانيه. هنا الان صار عندي خطأين، الخطا الاصلي والخطا الثاني اللي هو في التقنيه. فبالتالي اليوم يعني الحكم المفروض يطلع بدون اخطاء على اعتبار وجود التقنيه. انا شخصيا يعني اكثر حكم سعودي شاركت في مباراه الدوري المحترفين 117 مباراه، كنت اتمنى صراحه في تقريبا 4 إلى 5 مباريات وجود التقنيه، لاني بعد ما طلعت من المباراه شفت الحالات التحكيميه عندي وحسيت اني اخطيت، تمنيت انه موجوده التقنيه هذه. يعني مدلعين الحكام الحين. الحين مدلعين كثير. ابو بدر اروح الفاصل وارجع لك. تفضل روح الفاصل ونرجع. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة. نستكمل طبعا كان حوارنا مع الكابتن فهد المداسي المستشار التحكيمي للبرنامج، وأيضا انضم لنا ماجد الفهمي الناقد في برنامج الدوري مع وليد، وعبر الأقمار الصناعية من الرياض المحلل التدريبي الزميل العزيز خالد القحطاني. ونذكركم بنتائج الاستفتاء، من هو النادي القادر على تحقيق دوري ابطال اسيا 2019؟ 10% يقولون النصر، 62% يقولون الهلال، 16% يقولون الاتحاد، و12% يقولون لا احد. والمصوتين الان يقتربون من 33 الف مصوت على حساب البرنامج في تويتر، واللي يظهر امامكم الان على الشاشه حساب الدوري مع وليد، والهاشتاج البرنامج ممكن تطرحوه من خلال اسئلتكم هاشتاج الدوري اندرسكور يا هاشتاج الدوري اندرسكور مع اندرسكور وليد. يضحك ماجد الفهم يا دوري يا. طيب في سؤال على الهاشتاج يقول يا ليت يستمر فهد المرداسي معكم، لان كلامه واضح في شرح التعديلات الحالات التحكيميه. يا ويلك من ابو فهد، بيجيك بعصا على الكلام ذا بالفودة إلا في الموضوع هذا. لا إلا تلعب معه مبادر. لا الأستاذ محمد فودة استاذنا كلنا، وبالعكس نتشرف بالتواجد معه حبيب قلبي. كان عندك حالات فهد كنت بتناقش؟ إيه طبعا. بس عشان نغطي كل الجولة فقط مجرد تذكير، في مباراة النصر وضمك ما كان في حالات تذكر وكانت النتيجة طبيعية. مباراة الاتحاد والرائد أيضا نفس الشيء، كان ركلة الجزاء للاتحاد صحيحة وبالتالي النتيجة ما فيها تغيير يعني بالناحية الأخطاء التحكيمية. ايضا مباراه الفتح والشباب كان في ركلتين جزاء وكانت النتيجه طبيعيه. مباراه الوحده والاتفاق، هي مباراه الهلال وابها كان في ركلتين جزاء للهلال لم تحتسب، واحده مهاجمه والثانيه دفع، ولكن من فاز هو الهلال وبالتالي لم تؤثر على نتيجه المباراه. واحنا فقرتنا هنا فقط الاخطاء التي اثرت في نتائج المباراه. في نتائج المباراه يعني ممكن يكون لك ضربتين ولا 3 ضربات جزاء بس انت فايز 6-0 يعني بالضبط، لم تؤثر على نتيجه النهائيه المباراه. صحيح. خالد شفت الحالات اللي اختارها كابتن فهد المرداسي وغيرت نتائج المباريات، تتفق معاه في اختيارها؟ اتفق كثير. اولا انا سعيد جدا باني اشوف الكابتن فهد المرداسي مره ثانيه على شاشه التلفزيون، كنت سعيد كثير لما اشوفه في المونديال برضو، اتمنى له التوفيق دائما في مسيرته المهنيه. في تقنيه الفار، وما ادري الكابتن فهد هو ادرى في تقنيه الفار، اعتقد ان اليوم في جدل كبير ما بين شخصية الحكم وروح القانون اللي ممكن يجزم بها أو أنك تقرر من استدعاء الفار. يعني تشوف الكثير من الحكام ينتظر قرار الفار علشان يتخذ قرار، وهذا اللي ممكن يكون أسلم والأقرب للصواب. والكثير من الحكام يقول أنا قريب وأنا أقرب للحالة
وانا ممكن اقدر اقيسها بالزاويه اللي انا شايفها، فما احتاج اني ارجع الفار. السنه الماضيه صارت كثير في الدوري الانجليزي وصارت كثير برضو في دورينا هذا، واعتقد ان عموما الفار بتحتاج الى ان العالم يعني ينسجم معها لاعبين، جمهور، اعلام، وحكام في السنوات القادمه. هي واحده من اكبر النقلات النوعيه في تاريخ كره القدم، يعني نقله نوعيه استثنائيه، فيبينا وقت شوي عشان نتعود عليها. صحيح. ماجد؟ اتفق جدا مع ابو إيش؟ اتفق جدا مع ابو عدوان. ايوه. اولا سعيد بوجود الاستاذ فهد المرداسي في البرنامج، وهو اضافه وقوه كبيره للبرنامج، وطلعت معاه، وطبعا طلعت من قبل على تعديلات الفيفا اللي احدثها مؤخرا، تعديلات مهمه جدا، واتفق فيما ذهب اليه زميلي خالد القحطاني انه تقنيه الفار تحديدا وعين الصقر وتقنيه التسلل، صحيح نسيت اسمها، ما شاء الله تبارك الله، راح تضيف من عدالة التحكيم بشكل أكبر، وراح تريحنا من هدك كبير كان مؤرقنا تحديدا حنا في الدوري السعودي. خلينا نشوف هذا الموجز السريع للأهم الأخبار الرياضية. وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدراسة إقامة مزاينات المناطق إضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حتلين. تقدمت إدارة الحزم بشكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد قرارات الحكم البرتغالي لويس جودينهو الذي أدار مباراة التعاون الحزم الجمعة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، وتضمنت الشكوى المطالبة بتصحيح قرارات الحكم وفقا للائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم. إلا كان هناك من سؤال، فسؤال للجنة الحكام، هل هؤلاء الحكام يعتبرون من النخبة الحكام، أم هل السؤال الآخر، وهل ظلم فريق عن آخر بعد ما تنتهي المباراة هل يستفيد النادي اللي وقع عليه الضرر؟ تأهل اليوم العداء السعودي فهاد سبيعي لبطولة العالم لألعاب القوى الكبار 2019 بعد أن حقق الرقم التأهيلي للبطولة في سباق 200 متر ضمن لقاء أرزمانو في العاصمة الأوزبكية طشقند. التقى الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة لاستعراض تجهيزات رالي العلا نيوم 2019 الجولة الثالثة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، وعلى آخر مستجدات وتجهيزات رالي داكار 2020 بالسعودية. الحضور الجماهيري بعد الجولة الأولى وأثر هذا الحضور الجماهيري، الآن الجمهور مش بس يشتري تذاكر، حضوره يعطي كل نادي ناديه مليون ريال في كل مباراة، في 240 مليون ريال مرصودة لهذا الموضوع. خلنا نروح بس الفاصل ونرجع، خليكم معنا. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على اس بي سي واذاعة جدة على هاشتاج الدوري مع وليد في تويتر، يقول البرنامج صار كله اعلانات يا ابو بدر، وش السالفة؟ والله وانا اخوك يعني انت عارف. هذه هي المسألة، مو مزاج، هي الحمد لله انتم اعطيتوا البرنامج قيمة، والمعلن صار يبحث عن المنتج الاكثر انتشارا، حتى في سؤال هنا يقول صار البرنامج اسمه الدوري مع الفاصل يا وليد. والله انا بحاول قدر المستطاع حاول نضغطها شوي هالفواصل، ما اوعدكم بس انا ببذل جهد في هذا الموضوع. نقطة نظام، خلينا نسمع صوت الجمهور. ونسأل الله رب العرش العظيم ان الله ينصر اتحادنا ونكرر عام 2004 و2005، وحنا من هذا المنبر مشجعين لك، وباذن الله باذن الله يكون الهلال صيد سهل لنا باذن الله. معليش يا زعيم، آسيا حقنا بإذن الله بإذن الله، ونروح كأس العالم بإذن الله. يا مدرب الهلال، نبي آسيا، هدفنا آسيا، وبإذن الله نتجي بإذن الله نتجي. أتوقع الاتحاد، نادي الاتحاد يخالف جميع التوقعات، يفوز على الهلال ويتأهل لنصف النهائي. أتوقع الفائز من مباراة الاتحاد والهلال هو طرف في النهائي الآسيوي. كل التوفيق لأنديتنا السعودية في آسيا. أول حلقة حطيت الملفات على الطاولة، قلت جميع الملفات السابقة راح نشيلها، فجأة تناقشون موضوع الاستثنائي، تناقشون موضوع العالمي، تناقشون كم دوري، وين الملفات اللي راحت؟ وين اللي شلتها من الطاولة؟
سؤال المحدد والسريع، انت في اول حلقه قلت ما راح نفتح الملفات القديمه، اللي فتحها ما منه اي فائده وراح ياخذ وقت وحلقات طويله. ليه الان اعدت طرح موضوع اللي هو متى انطلاقه الدوري او عدد البطولات؟ هل في فائده من هذا الطرح؟ هذه الامور راح ترجعنا الى وراء، اتمنى التغافل عنها وطرح المواضيع الجديده اللي ممكن تفيد المشاهدين. شكرا، الله يعطيكم العافيه. وانا مشجع نصراوي ابو بدر، واتمنى منك ما طلع بالسلبيين اللي زعلانين عليك، ترى جمهور مصر يحبك، لما يحبك ما عتبوك. عندي سؤال موجه لك وضيوفك، هل الاتحاد السعودي يخشى الاعلان عن السجل الذهبي للدوري بسبب الخوف من شخص ما او الخوف من اعلان نادي؟ شوفوا لنا حل. أبد والله، سؤالي فقط للأستاذ خالد القحطاني، ما هي توقعاتك لمباراة الكلاسيكو الآسيوي الاتحاد والهلال؟ أبو بدر، سؤال لضيوفك الكرام، ماذا ينقص الأهلي لكي يعود؟ بالله ليش ما أنت مقتنع أن النصر عنده 17 دوري يا وليد؟ ليه؟ طيب انا بجاوب بسرعه في نقطه، اللي هي طبعا تقول ليش انت فتحنا الملفات. احنا نغطي بطوله الدوري السعودي الممتاز، من المعيب ان نبدا الدوري ولا يوجد لدينا سجل ذهبي لهذه البطوله. يعني انا لو رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم، رحت لشركه مشروبات غازيه دوليه، رحت لشركه سيارات مشهوره، بقول لهم ابغاكم ترعون الدوري، بس الدوري هذا يعني بدأ من 2008، لأنه من يوم سوينا دوري المحترفين. يعني أنت جاي تعرض علي دوري عمره 14 إلى 13 سنة، ولا أجي أقول له أنا بادي دوري من 77، أو أقول له بادي إن شاء الله من 1900 وخشبة، ما عندي مشكلة، بس لابد أن يكون للدوري السعودي سجل ذهبي معتمد. أي بطولة محترمة يكون فيها كذا، وهذه البطولة بطولة محترمة وذات قيمة كبيرة، مش في المملكة العربية السعودية بل بالخليج وفي العالم العربي وفي آسيا. فمن المعيب أن لا يكون لها سجل، كأن فيها مناطق ملغمة. إيش النتيجة تطلع؟ والله مو فارقة معي، إن شاء الله يطلع أي نادي هو الأكثر بطولات، ما هي قضية، إن شاء الله ندور نادي النسور اللي كان زمان 1900 ومدري كم تقول لي هو الأكثر، بس لابد أن تكون هناك إجابة رسمية. في سؤال كان الخالد القحطاني، خالد توقعاتك للهلال والاتحاد؟ أتوقع أنها بتكون مباراة كعادتها ما بين الاتحاد، وانا صراحه اغبط واحسد اهل جده في مثل هذه المباريات. سياره مدرب ممتاز جدا في التعامل مع هذه المباريات، المدرب يعرف يفصل ما بين الذهاب وياب ونفسه طويل، لكن في نفس الوقت رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال اليوم يمر بسنه متكرره مثل ما كانت معه في الموسم الماضي، فهو في الموسم الماضي مع باوك اليوناني بدا الشامبيونز ليج باربع مباريات تاهل فيها كلها على سيسكا موسكو وحتى على بازل السويسري، بالرغم منها انديه تمتلك امكانيات اكثر منه وقدر يوازن الدوري. ماجد الفهمي يقول السؤال المشاهد، ماذا ينقص الاهلي؟ حلقه كامله تحتاج صراحه. الاهلي ارتكب خطا استراتيجي مره مهم، اللي هو في التعاقد مع برانكو. برانكو 21 سنه تدريب، خطته 4-4-2 بنفس الاسلوب اللي هو دايموند. الاهلي عام 2013 تغير نهجه التاريخي 4-4-2 الى 4-2-3-1. لما جاء برانكو سبب خلل كبير جدا في هذه المنظومة. المدربين السابقين حاولوا يتعاملون مع الوضع، فمع مع الخطة اللي يرتاح معها لاعبين الأهلي، واللي تفوق فيها وحقق فيها بطولات في زمن سنتين فقط، يعني البطولات الرسمية. فبرانكو مشكلته في خطته، وأعتقد أنه مشكلة الأهلي لن تحل إلا إما بمدرب يتبع هوية الأهلي الجديدة، أو لن يكون هناك تعديلات. أذكركم بس قبل ما نختم، المباريات بكره عندنا بكره النصر السعودي مع السد القطري في دوري ابطال اسيا ذهاب دور الثمانيه، بعد بكره الثلاثاء 27 اغسطس راح يكون عندنا مباراه الاتحاد مع الهلال في جده على ملعب الجوهره. المباراتين كلها راح تقام الساعه 8:45 دقيقه بتوقيت مكه المكرمه. هذه امامنا المباراتين بكره وبعد بكره. بالتوفيق إن شاء الله للنصر السعودي، وبالتوفيق للاتحاد والهلال في تقديم مباراة تليق بالكبار. شكرا لك فهد المرداسي لحضورك. الله يسلمك، شكرا لك أبو بدر، وأشكر أخوي ماجد وأخوي خالد،
ونتمنى التوفيق ان شاء الله للنصر والهلال والاتحاد ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك ماجد الفهد. يعطيك العافيه ابو بدر. شكرا لك خالد. شكرا جزيلا بدر. نورتنا اليوم. نور بهالك. حركات كذا وربعك في الهاشتاج مسويين جو، اكلت الجو علينا خلاص، صار الدوري مع خالد القحطاني. عسى الله يجعله خير. ما حبيب حد مكانك طيب. شرفنا فيك حبيبي، شرفنا فيك، شكرا لك. بكرة إن شاء الله موعد آخر مع الدوري مع وليد. خليكم دائما على SBC وإذاعة جدة. أسبوع على خير.